في وسط أزمات كتير مر بيها العالم كله، ما كانش ينفع نقف أو نستسلم ثانية واحدة. في 2020 افتتحنا مبنى جديد علشان نقدر نستوعب أطفال أكتر، وزودنا 30 سرير طوارئ علشان نخدم أطفالنا بصورة أحسن. زودنا عدد السراير 380 سرير. رغم الظروف الصعبة استقبلنا في 2020 3356 حالة، بزيادة 84 حالة عن السنة اللي فاتت. عملنا 4464 عملية جراحية لأطفالنا، منها 1190 عملية سرطان مخ و65 عملية زرع نخاع. رغم الظروف الصعبة استقبلنا 149260 في العيادات الخارجية. مش بس كده، ده حالة الطوارئ وصلت ل 22528 حالة طوارئ. حضرنا 2,600,379 جرعة علاج كيماوي. وفرنا لأولادنا 28,000 ريق طبي متميز. رغم الظروف الصعبة اشترينا وجددنا 1014 جهاز جديد. رغم الظروف الصعبة وعشان ناسنا غاليين علينا، ما بنستخسرش وقتنا ولا مجهودنا، واخدين كافة احتياطاتنا الاحترازية علشان نكمل شفاء أطفالنا على خير. رغم الظروف الصعبة نسبة شفاء أولادنا وصلت بفضل الله ل 71.17%، وخدماتنا الإنسانية لأطفالنا مش هتقل ومش هتقف لحظة عن أداء مهمتنا وحماية أولادنا، وهنستمر بيكم وبدعمكم بإذن الله. اتبرع برسالة بخمسة جنيه على رقم 57357 أو رسالة بعشرة جنيه على رقم 9 57357. كما يمكنك التبرع من خلال شبكات فوري وضامن ومصاري بي أمان. كمان تقدر تتبرع من خلال الكيو آر كود الموجود على الشاشة عن طريق عمل سكان بكاميرا الموبايل، وده هينقلك لصفحة التبرع في خطوة واحدة. وممكن من خلال بطاقتك الائتمانية على موقعنا www.57357.org.